غياب أماكن مخصصة لمركبات النقل الخاص يخلف حالة من الفوضى بشوارع المدينة. غياب وجود أماكن نظامية لنقل ركاب دفع بسائقي سيارات النقل الخاص أو ما تعرف محليا بالكيات إلى الوقوف إلى جوانب الطرقات بمناطق متفرقة من المدينة. لا كلها جراجات، لا نقليات، لا دحق السهل الكيات فوضى، الدحق على التاكسيات فوضى، يعني وين ما تروح فوضى. صحيح اكو خدمات واكو يعني مثل ما يقول شوارع وتبليط وهاي، بس في نفس الوقت اكو نفس يعني دا نقول نفس الوقت قلت لك على مود الازدحامات فوضى. ابو التريلا سوى، ابو التاكسي سوى، ابو الكية سوى. وتشهد شوارع الموصل حالة من الفوضى نتيجة غياب تخطيط حركة سير مركبات النقل الخاص، امر اثار حفيظة استياء السكان المحليين. طبعا الهيئة يعني عايز توفون منا مبالغ كلش كبيرة، وللأسف طبعا لا جراجات موجودة ولا مخصصين مكانات نقف فيها، فقط سيطراتهم منتشرة على طول الشوارع مداخل المدينة والمحاسبة ويأخذون منا مبالغ. طبعا والله يا اخوي ما احنا لا جراجات عندنا، لا عندنا بس هيئة، يعني هيئة احنا عن ننطي مال هيئة، يعني يأخذون منا على كل سيارة 1000 دينار. لا اكو جراج، لا اكو شيء، يعني بهدلة وضعيتنا، بهدلة بفريري بالشارع، تقف بالشارع 20 نفر يجي المرور يقص لك وصل، يقول لك ممنوع، وليش واقف بالشارع؟ المرور مين حقه؟ احنا نحكي على وزارة النقل، يعني لا عندنا ساحة، لا عندنا شيء، لا عندنا، بهدلة. وعلى الرغم من إعادة تأهيل وافتتاح العديد من الطرق في جانبي المدينة، إلا أن الواقع المروري بات يفتقر إلى إعادة تنظيم مع إيجاد أماكن مخصصة لمركبات النقل الخاص. عمر أزيد، وان نيوز، الموصل.